تفضلي يا عروس. اخ شو تعبانه. اهلا وسهلا ببيتك حبيبي. هذا مو بيتي لي، هذا بيت الحب تبعنا. اخيرا واخيرا هلا قعدنا لحالنا. تمشي قلبي الهي. حبيبتي انا جوعان كثير، اطلب اكل. ايه انا مخوره من الجوع. بونجور. عفوا قصدي مرحبا. دخيل عينك، بدي سندويشة شاورما دجاج. وانت عندك كمان لحمه ما هيك؟ ايه ممتاز. ايه بس بدي لحمه يعني تكون صغيره مو كبيره، ولا تسقسق لي اياها، ما بحب الدهن يعني، انا ما بتضايق شوي. ضيق شوي. حبيبتي اطلب لك سندويشة بطاطا، شو رايك؟ الو السلام عليكم، يعطيك العافيه معلم. ليك عيني، بدي صحن شاورما عربي. ايه كتر لي التوم عليه والمخلة. اللحمة ظريفة عندها؟ ايه اسمع لقلك، بتفرد لي رغيف سياحي من الكبير مو من الصغير، هذا المقطمش. ايه بتفعس لي ثلاث اقراص كبه مشوية وبتسقسق لي اياهم بدبس الرمان. هذا اولا. اجينا لموضوع اللحمة، اللحمة بتفرشها فرش على كل الرغيف وبتكتر لي دهنة. ايه دهنة دهنة شقف دهنة، هدول بتحطوها مع ال... ايوه والدبس رمان والبصل والبقدونس لا تنسى يعني. ماشي، ولما بتلف لي اياها بتسقسقها بالدهنه هيك، بتتحشى دحش بالدهنه. ايه ماشي. ليك وبدك كولاي عائلي من الكبيره. ايه لا تطول، ميتين من الجوع. يعطيك العافيه. حبيبتي انت من ايام الخطبه وانت على اساس نباتيه، شو صار لك؟ حياتي كنت نباتية، شو بدي ضل كل عمري نباتية؟ خليني اجرب الحيوانة شوي. قول قول المرة الأخيرة يلا. شو دكتور طمني، شو صايبه؟ والله يا أخي ما فيه البلا. شلون ما في شيء؟ لكن شو صاير معه؟ هذا بعد ما توفت المرحومه اكتئب، يعني مرض نفسي. ايوه طيب شو الحل دكتور؟ الحل الوحيد انكم تجوزوه. ايه جوزوني. تجوزوه؟ لكن مالك شايفه ختيار. ختيار اللي يلعب بطنك ان شاء الله. هذا بدك تجوزوا وحده بال30 بال40 35 بال30 منيحه بال30 30. لك ما عملنا ختيار وما عرفت. هلا ما حدا بيعقدني، صرت متجوز 3 مرات، روح حالك انت، دبر حالك انت. خلص اخي جوزه واتكل على الله. خلص لقيتها، رح جوزك وحده عمرها 50 سنة، انا بعرفها. حلوه بتجنن جدي، هلا رايح اجيب لك اياها واجي. يلا توكل على الله. يلا سلامة قلبك. الله معكم. وينك؟ اذا ما لقيتها لهي تبع ال50، جيب لي تنتين تبع ال25. اهلين وسهلين فيك عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمي. يعني هيك انا خجلان شو بدي اقول لك، بس انه جاي اطلب ايد بنتك المحروسه على سنه الله ورسوله. يا اهلا وسهلا، شرفتونا. كل العالم خير وبركه. نحن قلنا شرط واحد بس. امور عمي 100 شرط. انا بسالك سؤال، اذا عرفت تجاوب عليه بجوزك بنتي. جاهزين عمي، تفضل. انت بتعرف موعد اذان الفجر؟ أنا اللي بعرفه بيأذن الفجر الساعة 4:57. بري عليك، مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك بابا. منيح اللي عرفت، معناته بنقدر نقرأ الفاتحة. بس ما بعرف أقرأ الفاتحة. ما بتعرف تقرأ الفاتحة؟ شلون لك بتعرف موعد أذان الفجر؟ عمي أنا بشتغل يعني شوفير للرقاصات بالديسكو، والمحل لازم يسكر، وأنا بوصل الرقاصات قبل أذان الفجر، عشان هيك أنا بعرف إمتى أذان الفجر. من شان هيك نحن رح نقرا الفاتحة على روحك بدي. وليه؟ ما بتعرف الفاتحة يا عمي. ايه حبيبي كثير انبسطت اليوم بالمشوار، خلي لي اياك ان شاء الله. تقفشي قلبي الهي. حبيبتي بس بدي اسالك شغلة صغيرة. ايه تفضل حبيبي. حبيبي انت سالتي اهلك مشان قصة المقدم والمؤخر؟ ايه طبعا حبيبي حكيت. ايه شو قالوا لك؟ قالوا المهر 100,000 دولار بس.
حبيبي انت متأكدة انه هدول اهلك ولا خاطفينك؟ ايه ليش قلتي لها انت؟ لك وانا لك ايه ايه وانا هيك صار معي. ايه ايه ورحنا رحنا ايه ايه والله كان حلو المشوار كثير. لك عم تدخن يا ولد؟ روحي بعدين بحكي معك. ايه عم دخن بابا. عم ترد بوقاحة من انت بتدخن انت؟ من لما شفتك طالع من غرفة الخدامة بنص الليل. يعني انا قصدي انه هذا الدخان خفيف رح اعطيك نوع تقيل بيعبي لك راسك. طول بالك يدي مي انا بنت زلمه باي انا ضلني رن. اوه يا غياس اهلين يا غياس. اهلين حبيبي كيفك بالصيف؟ الحمد لله ماشي الحال، انت كيفك؟ لك وينك يا ازعار ما عاد شفنا؟ شو اخبارك الشباب عم يسالوا عنك؟ عم نطلع على الاول ما عم نشوفك، عم نروح على الحديقه ما عم نشوفك، عم نروح لهونيك محل ما عم نشوفك. والله يا غياس انا صفيان وحداني وبتعرف الوحداني بيتكركب بترتيب البيت وبمشاغل الحياه، يعني ايام ما كان عندي زوجتي كنت حر، اما هلا شوي صرت مقيد. شلون هيك يعني حتى ماتت مرتها؟ ايه والله الله يرحمها انا انجلطت راحت بجلطة. شوفك يعني ليش عم تتكتم؟ والله ما عرفتك انت ولادي. احكي يعني احكي ليش شلون جلطة؟ لا بحكي ليش لحتى استحي ما بستحي بهذا الشيء، انا هي شغلة وصارت معي، بالعكس لو ما قلت لي احكي لي رح احكي لك انا. هذا يا سيدي انا مرتي كانت هي تقوم بكل اعمال المنزل يعني وترتب وتجلي وتمسح وتطبخ، انا ماني مسؤول عن شيء. وبيوم من الايام اجيت على البيت شو هاد حبيبتي؟ شو هالكركبة هاي؟ خير شبك شو في؟ يا حبيبي والله كتير تعبانة من الشغل، تعبانة راسي عم يوجعني كتير. انت ليش تتعبي حالك؟ ليش ما بتطلبي مني اني ساعدك؟ خلاص انت اليوم ما تشتغلي شيء، انا بدي اشتغل كل شيء. خليك تعي بدك تشربي هالصحن الشوربة من تحت ايدي، هذا انا سويته طبعا بعد ما جريت الجليات وطبخت لي طبخت لي كمان؟ ايه طبخت لك شوربة. شبي شو صار لك؟ حبيبتي شو يا ويلي انجلطت هي ماتت انصدمت لانه شافتني عم اشتغل بالبيت. شو سامر ليش تاركني لحالي بالمطبخ لوحدي؟ طب قوم سليني. لك قلت لك بدي ساعدك بالجلي، قلت لي ما بصير هذا شغل نسوان، قاعد عم بتسلى بموبايلي. شيل هالموبايل من ايدك وسليني. امرك تفضلي. هي تفضلي شو سليكي؟ شلون سليكي؟ هي موبايل بلا اتفرج على التلفزيون. ها
تحط وشك بوش التلفزيون ومن محطة لمحطة وأنا وشي وش الحيطان ما؟ طيب خلاص بقعد بشتغل عندي شغل عن لابتوب أنا. كمان اللابتوب؟ لا هيك كتير كتير سامير. لك والله حيرتيني، والله احترت أنا معك، شلون بدي أرضيكي ماني عرفانة؟ والله هي مو عيشة. شو قصدك يعني؟ شو أنا نقاقة وما في شي بيرضيني؟ هيك قصدك؟ لا مو هيك قصدي نو، لا لا لك سقاقة ولا لك نقاقة. لك عن شو؟ ماشي ماشي يا سامر أنا بورجيك. شيخ شلون بدي أرضيها هي؟ لك شلون بيرضوا المرأة؟ مالي غير اسأل جوجل. هاي جوجل؟ لا السؤال كيف نرضي المرأة؟ بحث شو ها؟ خلي الله يا ممدوح، الدنيا صارت كثير صعبة، يعني مو معقول انه نحن نوصل لهالمرحلة هاي، نطلب الغرض ما نلاقيه. لك تخيل المازوت ما عاد عم نلاقيه بالسوق، واذا وجد غالي كثير. لك انا من امتى كنت جيب بيدونة مازوت مثلا على البيت دير بالي عليها كأني عم دير بالي على شيء كنز ذهب. الله يصبرنا، الله يصبرنا على هالقصة، بدنا نخلص بقى. ايه انت جبت مازوت؟ دبرت حالي بقلب فيها ويلا لأخذت بيدونة، لأنه أنا مشعل صوبيا جوا، ما بقدر شعل بكل البيت كل غرفة صوبيا، شعلت جوا صوبيا مع المواعد الولد. نحن بنتحمل كبار بنتحمل البرد. ايه ماشي الحال، يلا نعكل حل المسا بحاكيك ما بدي طول عليك. ايه ماشي خلي لي اياك احلي زلمة. مرحبا بابا. هلين بابا خلي لي هالضحكة ما احلاها. بابا احذر شو شربت انا. شو شربت بابا؟ شربت مازوت. شو ها؟ مازوت؟ فت على الحمام شي؟ لا ومنزلهم بالصوب يا دار.